نجية مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير. اليوم نجية تجيب لنا ربما حزمة من الأخبار الدولية والوطنية نتعرف عليها، تفضلي نجية. صباح الخير محمد، صباح الخير سارة، مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم وين ما كنتم. أخبار الأسبوع: 17 حالة مصابة بفيروس كورونا في الجزائر سجلت هذا الأسبوع، 16 منها في ولاية البليدة، وهذا حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. مباشرة بعد الإعلان عن المصابين تم توجيههم إلى الحجر الصحي ببوفاريك. بعد ذلك انتشرت فيديوهات عبر الفيسبوك توحي بإجراءات غير جيدة في الاعتناء بالمصابين. على ضوئها مباشرة توجه عشية أمس وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى مستشفى بوفاريك من أجل الوقوف على هذه الإجراءات. وزارة الصحة أيضا أرجعت إصابة هؤلاء أو هذه الحالات إلى انتقال العدوى من مغترب جاء إلى الجزائر، بالضبط من فرنسا، وقضى أياما بالمنزل العائلي وأيضا حضر حفل زفاف. للإضافة أيضا وزارة الصحة وبعد هذا الإعلان وعلى لسان وزيرها عبد الرحمن بن بوزيد أقرت منع تصدير الكمامات إلى الخارج، أي الأقنعة إلى الخارج، وهذا من أجل تلبية الطلب المحلي مع تقديمه تعليمات صارمة من أجل تجهيز كل المصالح الاستشفائية لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه بها. عن مسار الرحلات الجوية وبعد إقلاع رحلة إلى الصين من أجل إجلاء الرعاية والحديث عن استئناف الرحلات بين الجزائر والصين، أكد المدير العام أنها لم تستأنف. إضافة إلى ذلك نشير أن هذا الفيروس وإلى اليوم سجل إصابة أكثر من 90,000 شخص وهلاك أزيد من 3,444,000 شخص. أقول كانت الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم رحلت رعية إيطالي بسبب هذا الفيروس. وزارة الصحة مباشرة بعد حالة هذا الرعية الإيطالي وضعت تحت خدمة المواطنين رقما أخضر هو 30-30. الرقم كان خارج الخدمة في البداية ولكن بعد ذلك تم تفعيله. إلى موضوع آخر وإلى المحاكمات التي ميزت هذا الأسبوع، لا يمكن إحضارهما لإدلاء بشهادتهما في ملف تركيب السيارات وملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتبار أقول أن التقاضي يتم حاليا على مستوى محكمة الاستئناف والتقاضي في الدرجة الثانية يمنع ذلك. هكذا رد القاضي على طلب هيئة الدفاع بإحضار الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد. 20 سنة سجنا نافذا التمسها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد يحيى وعبد المالك سلال بعد سيناريو غير متوقع. كانت أو حظيت الجلسة الأولى بتسليط الضوء وكان بطلها بطبيعة الحال الوزير السابق عبد المالك السلال الذي لم يتخلى عن حسه في الدعابة والطرافة خلال دفاعه عن نفسه ورده على التهم التي وجهت إليه، ليفاجئ الجمهور بطلبه إحضار الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة من أجل الشهادة كونه المسؤول الأول عن تسيير الحكومة في تلك الفترة. أما أحمد يحيى دفع عن نفسه بالقول نسيت التصريح بها ولم أقم بتصريح كاذب، وهذا في تهمة عدم الكشف أو عدم التبليغ عن غلاف مالي كبير قدر ب 30 مليار سنتيم ضبط في حسابه، وأيضا القرارات الاقتصادية التي اتخذها في فترة تسييره للحكومة وكبدت الخزينة الاقتصادية للدولة ما يقارب 12,000 مليار سنتيم. ملف الفساد الذي يكتنف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة اختتمت بالتماس النائب العام
15 سجنا نافذا ضد بدة محجوب، 10 سنوات سجن نافذ ضد عبد الغني زعلان والوالية السابقة نورية زرهوني، في حين التمس 8 سنوات سجنا نافذا لكل من علي حداد، بايري ومعزوز، عرباوي وفارس سلال، والتماس 5 سنوات سجنا نافذا ضد شايد والإخوة سماي رجل الأعمال علي حداد. فجأة الجمهور بتراجعه عن قواله المتعلقة بتكليفه من قبل سعيد بوتفليقة في تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه عبد العزيز. من الشأن الوطني إلى الأخبار الدولية التي ميزها الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان ونظيره الروسي عشية أمس فلاديمير بوتين، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية، وهذا على خلفية الهجوم الذي تم تبادله أو تبادل إطلاق النار بين الطرفين الأسبوع الماضي في منطقة إدلب، وخلف مقتل 33 جنديا تركيا نتيجة إقدام قوات النظام السوري بقصف جوي على منطقة خفض التصعيد، والتي ردت عليها تركيا بعملية درع الربيع. هذا الاتفاق عبرت أمريكا عن تأييدها له، واعتبرته خطوة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة السورية. نبقى مع الشأن الدولي، الاتفاق التاريخي أيضا الذي شهده هذا الأسبوع، والذي يتمثل في الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، حيث ستنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان في ظرف 14 شهرا، لتنتهي بذلك 18 سنة من الصراع المسلح بين الطرفين، على أن يخفض حلف الناتو تواجده في المنطقة إلى 8600 جندي. أيضا تبني تسوية الحوار الداخلي بين الأطراف الأفغانية، وأيضا على أن يكون الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل. لكن بعد أيام من هذا الاتفاق عمدت حركة طالبان إلى شن 33 هجوما في أفغانستان، وهو ما اعتبر نقضا صارخا لهذا الاتفاق. نختتم جولتنا الدولية وأخبار هذا الأسبوع بهذه التحف الفنية أو الآثار، حيث أنها توضع في أغلفة مبطنة بالجلد الأحمر بحسب شكلها وحجمها، ثم توضع في كيس، وبعدها في صندوق مضاد للحرائق والرصاص، تنقل بعدها إلى مركز من أجل إعادة الصيانة أقول، وفحص مكوناتها والتلميع. هي الطريقة التي تعامل بها روسيا جواهر الكريملين أو صندوق الألماس الذي افتتح في القرن 18، ومنذ ستينات القرن الماضي يوضع تحت تصرف الجمهور من أجل الاطلاع على هذه التحف التي تعتبر ثالثة عالميا من حيث القيمة والندرة. صندوق الألماس في الكريملين يتوفر على نظام أمني جد عالي، حيث أنه يوضع في خلفيات زجاجية يصل قطرها إلى 10 سنتيمترات، وتم صناعة هذا الزجاج في القواعد أو المصانع الحربية التي تقوم بتصنيع زجاج الدبابات، ويتم اختبارها من خلال طلقات الكلاشينكوف، يعني حتى نتأكد من سلامة وأمن هذه التحف الأثرية التي يعود البعض منها إلى القرن 17، كالتاج الإمبراطوري الكبير الذي صنع سنة 1762 لمراسم تتويج الإمبراطورة كاتيلينا الثانية، يبلغ وزنه 2 كيلوغرام، واستخدمت فيه 5000 ماسة و75 لؤلؤة هندية كبيرة الحجم. رصع أيضا بحجر إسبيلينا النادر يبلغ وزنه 400 قيراط، إضافة إلى مشبك ووسام القديس أندري والكرة السلطانية والماسة النادرة، الإسوارة المرصعة بالماسة النادرة شاه الشهيرة، إضافة إلى حجر الزمرد الكولومبي، الياقوت الأزرق الأزرق من سريلانكا، حجر الزبرجد النادر، حجر الترمالين الوردي بشكل عنقود عنب. هذه جولة خفيفة في صندوق الألماس بروسيا، ومن صندوق الألماس نتجه إلى سارة ومحمد.
أريد واحدة نجية. بالفعل. طيب عيد سعيد إن شاء الله بمناسبة عيد المرأة. إن شاء الله ولك بالمثل إن شاء الله ولكل نساء الجزائريات. شكرا على هذه.